الأصل أن المسلم يصلي إلى سترة. أصل بنما أويا ككسي مسلمان نيش بكا برو ستريك. سنة مؤكدة. سنة يجي مؤكدة. يقف يجعل الرجلين على استقامة البدن. الدوسية هردو بي بروبا روبو نوي شانكان وجسي ركدكات. يعني لا يفرج. يعني بيكاني بلاو ناكاتوا. ولا يضم. هردو كشينا خاتيك. استقامة البدن. بمستقيمي وبريكي بيكي لقل جسي دابي. النظر دائما موضع السجود. تماها مكاتيك ودائما تماشاي شويني سجدكي بكات. يكبر الله أكبر. والله أكبر تكبيرا أكات. يجعل الكفين مضمومة الأصابع حذو الأذنين. همود هردو دستي بنجكاني أنا تيكو لنزيق يوشككاني روي باكي بلدكات. أو حذم المنكبين. يان برامبر هردو شانكاني. ثم يجعل باطن الكف اليمنى على الظهر كف اليسرى والرسح الساعد. ناووي دستي راسي أخات السر دستي شبي. هنا. أيرا. أو قبض يقبض هكذا. يان بمشي ويا ديقريت. على صدري. لسر سنجي. دون تكلف. ببيع أوي تكليف قاله يعني لا يضع هكذا يعني بوشي وين هكذا ولا هكذا على قلب يعني بوشي وين السر ضلي ولا على خاصه لو شوي شنايك نعم يضع على صدري يا بوشي وين السر سينجي سينجي دايدنات يستحب له ان يقول دعاء الاستفتاح مستحب دعاء استفتاح بخينت نعم ثم يستعيذ يبسمل امجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكات بسم الله الرحمن الرحيم دكات ثم يقرا الفاتحه كامله امجر بكامل وتوابي سوره الفاتحه دخنت يؤمن امين امجر امين ايش ضليت ثم يقرا ايه استحبابا فاكثر او سوره يان ايتك يان زياتر دخنه وكم مستحب ثم يكبر الان ويركع الله اكبر امجر الله اكبر دكات ودرواته ركوع يجعل اليدين ممدودة هكذا مع استقامة الظهر مع الرأس. بشتي لقل سريع الرأس بيتو دستكاني بشويك الرأس لسر أجنوي دايدنات. سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا. دليت بواجبي يكجار بليت سبحان ربي العظيم. استحب له أن يزيد بما ورد. ومستحب شاء زياتر بلي وذكراني كاتون. كان يقول وكو وي بليت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي غير هذا مما ورد لو ذكرانا وجقلوانيش كاتونا للسنة ده ثم الآن بين الركوع وقبل أن يعتدل يرفع يديه يقول سمع الله لمن حمده أمجر بيش أوي هل سيدة سكاني برزكاته ودليه هل سيدة باو دليه سمع الله لمن حمده إذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد أقر راس توابو وستا دليل ربنا ولك الحمد يستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مستحب لو ذكرانا زياتر لو ذكرانا بيجد قال بيغمر إخوة وهاتون صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويسجد أمجر الله أكبر كاتو دشت السجدة نعم يجاف يجعل المرفقين لا يجعلهم على الأرض يرفعهما ده سكاني ناخد السر عرس بلكو أنشككاني ناخد السر عرس بلكو برزي دكاتوا ولا يرفع الرجلين قاشقاني برزناكاته او يضع احداهما الاخرى يعني يكي بخاده سريبيت لا بد ان يضع باطنهما على الارض دبي ناووي بنجكاني بي بخاده سر عرس لا ينضم هكذا في السجود او ابو شوي خوي ناير يتيك ولا يمتد امتداد واخوي دريج ناكاته ابو شوي وسط نيواند وناوند يقول سبحان ربي الاعلى الدليل سبحان ربي الاعلى ويستحب ان ازيد بما ورد ومستحب وذكرنا بليك كلويا هاتون الله اكبر ويجلس امجر الله اكبر كاتو دا دانشيت الجلسات في الصلاه تكون على هذه الصفه دانشتن لن يشكان دا بمشي ويا دبيت الا في الصلاه التي فيها اكثر من تشهد يتورط في التشهد الاخير إلا مقر لو نجانا بيك لتحيات زياتري تيدايا أبو شوية تورك دكات نعم كذلك يعني عندما يسلم الأصل أن يسلم برأسه فقط وهروها كات السلام دكات مستحبة كبس سري سلام بداتوا بدون أن نحرك اليدين ببيع ويد استكاني بجولي نتوا أو تحرك الرأس يان سري أبو شوية بجولي نتوا والله أعلم والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آل محمد جزاك الله خير